شروط الدعوة إلى الله. شروط الدعوة خمسة: الإخلاص، العلم الشرعي، معرفة حال المدعو، يعني حال الذين تتوجه بالدعوة إليهم، هل هم يهود، هل هم نصارى، هل هم مجوس، هل هم رافضة. نعم، نعم. الرابع: الحكمة. الحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، الخامس من شروط الدعوة: الصبر. الإخلاص، العلم الشرعي، معرفة حال المدعو، الحكمة، الصبر.